أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. الحمد لله، وهي خلصنا من جونز. صادوا يا أخبار، رجعنا وين أبلك، رجعنا وين أبلك. ها يو شو هاد؟ يا رب تعالك انفضحنا محمد. هذا قلبي، هذا قلبي انفضحنا. تفضل بقى روح محمد، روح بطريقك، بطريقك محمد، بطريقك بطريقك محمد. الحمد لله خدت قلبي، خدت قلبي، خدت بسيطة يا محمد، بسيطة. أنا بتاخدي مني قلابية، أنا بدك تبهدليني قدام الناس، بسيطة. أنا بفرجيك يا عم عبادة، ولك تكرم عيونك ميت السلامة، ولك اشتع انت شفت شي ببالك، لسا ما شفت شي منوب، ابقى تآمر علي انت والصبارة على السوا، هيك بقى، ولك انت وعياني اللي عم تعمليه يا حرمي، شقفت صبارة تعمل بيناتنا كل هالمشاكل، الشغلة كبرت كتيرها، كتير كبرت، أنا ما رح اسكت منوب، مشان يكون بعلمك. يا 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 يا، دخلت اتعشتوا من الخوف وعملتوا هاي في سلواري الداخلي، ايش بدك تعمل يعني مثلا؟ كل شي بوقته حلو، ويا خبر بفلوس يبقى بكرة ببلاش، وعم تعرف تمثل كمان. ايش الحركات هي؟ يوب، العادة خفت العين تطرقك، يبقى تخوفك ولادك كمان لأنه مربطين، أنا داخلة آخذ غفة لأنه تعبت، تخوفك كنت تخول. تشاو. ايه روحي نامي، روحي نامي، روحي نوم الظالم عبادة، وروح الله على الظالم، الله على الظالم. والله انا كمان صار بدي غفوي، تعبنا بعد كل هالمغامرات اللي سويناها، اروح انام لحظة، انا شو ادخل انام معه على نفس الغرفة؟ ولك هي غدارة بخاف منها، احسن الشيء رح ادخل انام بغرفة الاولاد ومنه بفكهم لانه مربطين. لحظة قبل ما ادخل على غرفة الاولاد، قبل ما اكمل الفيديو، لحد هلا انا شايفك انت عم تشوف الفيديو ملاك حيط الطريق، ليش ما حطيت السيد راسي؟ مو حقه برغوت ببلاش، اضغط لنا لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس لحتى نوصل على 400,000 بسرعة، وخلينا نبلش نشوف ايش عم تساوي يوم عبادة، يا يوم على الله. ولك أريضة اللي تعرضكم شقلت تشعلوا قضية، أريضة اللي تعرضكم. مساء الخير حجي. يو 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 يو، ومتبوس كمان، وقال بوتشك وزعلان كمان. خلاص حجي جرك زعلان مني، خلاص اللي صار صار. اما انتو السبب كمان، انتو بلشتوا تآمرتوا مع الصبارة علي. خلاص خيو، من هون ورايح ما عاد في مقالب طاول. صافي يا لبن حليب يا قشطة. ماشي، بس مش هتعرفي انه انا قلبي طيب. ايها ايها يا عيني عليك، انا هيك بعرفك. وكرمالها المناسبة السعيدة، انا نازلة تحت اجيب كم غرض من تحت لازماتي، لانه وبعدين رح اطلع اعملكم عشا عشان نتعشى كلياتنا سوا، ما بتاخر. ماشي سلامي. اي الله معك، الله معك، مع السلامه. تروحي ترجعي بالسلامه. راحت راحت راحت. بسيطه يا عبادة، انا بفرجيكي، قلتي لي مسامح كريم مو، والله افرجيكي ايش رح يصير فيكي هلا. طولي بالك، بدنا نظبط الخطه على السوا بقى. اوف شو بابوي؟ قولي يا ستات استنى يا رب. ولك ايش بكون خايفين؟ انا اصلا جاي لهون كرمالكم، هلا افضل وقت حتى نفكر بخطه، نشوف شلون بدنا نرجع حقنا اللي اخذتنا اياه امكم، بما انه هلا احسن وقت امكم مالها هون والبيت فاضي. يا عيني عليك، هذا الحكي اللي عليه علامات، نحن لازم ناخذ حقنا اللي راح علينا. ما قلت لك، ما قلت لك ابوكي ما راح يسكت وراح يساعدنا؟ لا لا ما بدي، ما بدي، امي عم توصل لها خبر بكل شيء، تقولي بهيك معنا شلون عم توصل لها خبر؟ ما عم تعرف، كل مره بنخطط وبنروح ننفذ واخر شيء تكتشف امي كل شيء، تقول بهيك معنا شلون عم توصل لها خبر؟ ما بعرف، انا ما بدي. قولك لانه كل مره بنحكي ومنخطط هي بتكون هون وبتسمعنا، بس هالمره باختلاف عن كل مره، هالمره ما لها هون، يعني تخطيطنا اللي راح يصير هون ما راح يطلع برا، راح يتم بيناتنا بس. شو بعدين؟ انا معك على الموت حجي، هي كمان ربطتني وكسرتني تكسير بالقتل، ولا انت نسيتي ايش سويت فيكي؟ اي والله اللي عملته ما بنتسى، سكوت تذكرني. لا 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 امي، لا امي يا لا امي، امي امي. اه اجري 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 اجري، تذكرت تذكرت تذكرت، خلص انا معكم على الموت. يا عيني عليكم، كلياتنا تعرضنا للإهانة بس كل واحد بطريقته، وهلا صار وقت حتى ناخذ حقنا بإيدنا، بس في عنا مشكلة وحدة، أول شيء لازم نعرف الصبارة وين هي، بس عرفنا الصبارة هي بتكون مفتاح اللغز تبعنا. إيه مو أنت قلت هي مالها هون؟ قوموا نستغل الوقت وندور عليها بالغرفة باكي بنلاقيها وين مخبيتها، قوموا يلا تاعوا. أوه الموضوع طلع أكبر مما تصورت، الشغلة كبيرة كتير،
احسن شيء نقسم بعضنا لمجموعات، كل واحد بدور بجهة. خدوج انت دور هنيك، عبادة بدور هون، انا بدور هون، اللي بلاقيه يحكي مباشرة. بس في عنا شغلة، بتراجعوا كل شيء لمحله مثل ما كان لحتى ما ينكشف. انطلقوا يلا. خلينا ناخدها ونروح بسرعه ما تجي امي. لا هذا التفكير غلط. امي بس تجي على البيت لهون اول شي تجي بتطلع عليه هو الصباره، فاذا اجت طلعت عليها وما لقتها اول شي رح تشك فينا. قولك يا عيني عليكي، شايف هيك التفكير؟ هذا المخ شغال. قولك ما اختلفنا، بس هلا اكثر وقت مناسب حتى ناخدها. بس امي اجت على البيت ما بنحسن ناخدها طول، امتى ناخدها لك؟ لا في وقت كتير مناسب لحتى ناخده منها بدون ما تحس كمان. وهي نايمه، وهي نايمة أفضل وقت مناسب حتى ناخدها، وبنفس الوقت ما بتحس علينا طاوية، بتكون نايمة وغرقانة. هلا بترجعوا كل شيء مثل ما كان، وأنا رايح أرجع الصبارة مكانها وكأنه ما صار شيء طاوية. بعدين بناخد كلياتنا بعضنا برا وأفهمكم الخطة شلون بتصير. رجعوا كل شيء مثل ما كان والحقوني بسرعة. هيك بقى كلها بدكم تعبوا بأمي. أنا لازم أخبرك الشيء، لازم فورا. ويكن يا ولاد، شلون بعدين جاهزين؟ قولي ايش رايكم نلغي خطه؟ لانه خايفه كثير انا والله بلاها. ما في ما حكي بنوب، ممنوع الخوف. هلا خلاص بلشنا، ممنوع الخوف طاوله، بدنا نبلش من هنا الاخير. بابا شلون بنبلش؟ انت رجال ولك، يلا قوم بسرعه بدون ما تحس عليك، جيبها وتعها، انتبه ما تحسسها، على مهلك، يلا. شلونك؟ هلا كانت هون. شفت بعيوني؟ انا صاحي ماني نايم. وين اختفت يعني؟ شلون اختفت يعني؟ لك والله فاضي، انا ما عم تهيئني. لك انا شفت بعيوني بتشطحها هون. انا فايق ماني نايم. اترك الصباره من ايدك ولك، اترك الصباره من ايدك بسرعه. مين هون؟ مين هالصوت هاد؟ يا ربي دخل ايدك. اترك من ايدك واطلع برا الغرفه بسرعه. قولك ليش انتو شفتوا شي للساعة؟ طولوا بالكم، نسع اللعبة بأولها. قولي لك شو بك؟ ايش في؟ ليش هيك عم ترقد؟ امي عم تطلع تختفي بالغرفة كثير، عم تطلع تختفي. انت ايش صاير؟ في جوا كمان صوات غريبة كثير، صوت عفاريت. انا ما عم ادخل جوا الطاولة، ها؟ ما عم ادخل جوا مالي علاقة. قولك ايش شو عم تختفي وتطلع؟ لا تجنني، ايش قلبة امك سبايدر مان يعني؟ بعدين وين الصبارة؟ ليش ما انا معك؟ قولك الصبارة جوا، ما احسنت اجيبها. تخيل انت خدوج، صار دورك يلا. قولي قلتلكم بلاها، قلتلكم من اول بلاها. هلا صار دوري مو؟ قولي انا قايمة والله ما تضيع على خير بس. قولي you
الماضي معناتها صاحبة المقهى وبدها امي عم تخطفني وتقطع كثير. قولي قولي ايش عامل؟ قولي قولي اكيد في شيء غلط. قولي قولي ايش عامل؟ اخذها للعيفة اخذها للعيفة. لا ما راح اخاف من عبدة، راح اخذها واللي راح يصير يصير، ما راح اتركه. قومي عفري 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 عفري. وهي خلصنا صار متنين، بقي عنا اختيار الجن الاب بس يجي، خليه يجي ابو عبادة لهون وبعدين بتخلص القصة. يولي 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 يولي. يا ربي دخيلك، ايش بك انت كمان؟ ايش صاير معك؟ عم تختفي عم تختفي، لا حدا قرب طول، ها عم تختفي من هيك عم تختفي بسرعة. شفت 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 هي ما صدقتني، وقت حكيت انا ما صدقتني، انا ما عاد خرج جوا طول، ها ما بقى لي علاقة. قول ايش بكون؟ قول انا مربي معي قطط هون، ما معي اولاد، انا ما معي صبية وشعب يخرب بيتكم، وش عم بتخافوا؟ خليكم هون، انا رايح اجيبها واجيبها، افرجيكم شلون تنجاب الصبارة بقى. يخرب بيتهم. ها ليكن ليكن نايمة يخرب بيتكم من حالكم، تقعدكم خوفين يخرب بيتكم. اوف وين راحت الصبارة؟ ولك ليش رحتي الصبارة بالارض؟ يعني جبتوها من جوا وقعتوها هنيك وهربتوا بس؟ يخرب بيتكم، خليتوني علي صوت منيح ما فائت. قولي اولاد ما كانوا عم يكذبوا، معناتها مزبوط هي عم تخطفي وبتطلع. يا ربي دخيلك. ام عبادة اسمعي، اذا انت بتخطفي وبتطلعي فانا بطير. ها يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك، مزبوط عم بشوفه انا. انا بقى انت بدك تخطفي وتطلعي هيك على كيفك؟ انا هدول هدول اكيد الاولاد، هدول الاولاد اكيد اثروا علي، ما في مجال اثروا علي كثير. خليك خليك مثل ما انت، ها مثل ما انت. الله اكبر، بس حاج لهون وبس يا ولاد، دحقوني دخيل الله. شوفوا هنيك هنيك، في 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 الشهاد. يا ربي دخيلك، انت ايش عامل بالولاد؟ لحظة، إذا انت هون، لكمين هديك اللي هنيك؟ يا ربي دخيلك، وقف قلبي، وقف قلبي، لك إذا عبادة هنيك، انت مين؟ انت مين وايش بدك لك مني؟ مين تفضلوا؟ انت مين وايش بدك؟ واحكي بسرعة ولي؟ أنا أم عبادة يا أبو عبادة ولا نسيت؟ رجع الصبارة لمحلها أحسن لك.